شو بك فارس؟ في شي؟ في شي مشكلة؟ لا. استاذ كرم؟ مدام نايا هون بدها تشوفك. ايه خليها تتفضل. تفضلي مدام. مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك كرم؟ نورت الشركة. كيفك فارس؟ منيح، صاير شي؟ لا لا لا، ما في شي ابدا. انا قلت لها تمرق على الشركة مشان نحكي بالشغل. انا خبرتك ولا ما خبرتك؟ لا. شو بخصوص موضوع تنظيم الحفلات؟ ايه بس بعدنا بمرحلة الجدول الاقتصادي، يعني ما في شيء نحكي فيه. لا لا، انا ونايا اجتمعنا بحفلة الجامعة بجبيل وحكينا بالشغل. قلت لها تمر لهون، هلا هي حابة بس خايفة لأنه ما عندها خبرة. قلت لها بجتمعنا انت وفارس ومنخبرك ومنشجعك كمان، شو رأيك؟ هلا الحقيقة ايه انا كتير حابة، بس يعني لسه مترددة وخايفة، حاسة انه ما رح اقدر اكون قد المسؤوليه يعني. وصراحه ما صح اللي اقول لخليل، فمشان هيك لسه ما اخذت قرار. شبنا نايا، انا وفارس جنبك خطوه بخطوه، لا تاكلي هم. شو رايك بالفكره فارس؟ واضح انه حكيته بتفاصيل ما إلي خبر فيها. ما بعرف. تشربي قهوه؟ بعتوا لنا 2 قهوة لو سمحتوا، وسودا. وليش ما خبرتينا؟ كان فينا نحكي بالبيت. وليش ما خبرتي خليل؟ تفضلي. ميرسي. ما صح اللي خبركم، لأنه كل ما بدي أحكي مع خليل بالموضوع أو أحكي معك بلاقي صارت قصة جديدة، طب شو بعمل أنا؟ هي قديش صار لها سهرة جبيل؟ ما لقيتي فرصة من وقتها تحكينا؟ ليش أنا فيني أحكي شيء بالبيت؟ بعدين لما كنا سهرانين على العشاء وطرح الموضوع كرم، أنت ما كنت معترض، ف يعني ما تخيلت إنك تكون متضايق. ما كان مبين إن الموضوع جدي. يعني أنت ليش متضايق كل هالقد؟ يعني أنت برأيك أنا ما بنجح بشغل؟ نايا، مش هيك الموضوع. أنت عندك ولدين، يعني منه هين إنك توفقي بين الشغل والبيت. بعدين ما عندك خبرة بهالشغل. هيدا الشغل فيه كتير ستريس. عن جد؟ يعني يلي بيسمعك بيقول على أساس إنه أنا كل الوقت رواق، ما خلص أنا تعودت فارس، تعودت. لك يا فارس، يعني أنا كيف بده يصير عندي خبرة إذا ما اشتغلت؟ بصراحة يعني قصة الأرض أنا حاسة إنها رح تتأخر وأنا لازم بلش شغل، يعني مثل ما عملت سوريا. وهذا الشغل يعني حاسة إنه مو جاي على بالي فوت هاي الفرصة. إذا شايفة إنه هيدا الشغل مناسب لإلك ولخليل، ما فيني أقول شيء، القرار قراركم. مبروك.